amino acids. اوكي؟ راح تتكون هي السيكونس للبروتينز. زين. ايش قد عدد البروتينات اللي موجوده داخل الجسم؟ زيد عن 10 مليون. اوكي؟ زين. هاي 10 مليون شلون تكونت هاي 10 مليون من هاي 20 امينو اسيدز؟ إلها قانون خاص بحيث انه واحد يعني امينو اسيدز اذا تغير قاعده اوكي؟ هي معناتها راح يتغير عندي البروتينز، الفانكشن مالتها تتغير، كل عمليات الحيويه اللي يدخل فيها راح تتغير، لذلك حتى لو كانت الارجو اللي موجوده اللي يرتبط فيه مثلا نفس السيكونس، لكن الارجو راح ترتبط كل التليفونات سايلنت. ما وين تشوف البطاريه؟ يلا. فعندنا 20 امينو اسيدز تكون من هاي 10 مليون بروتينز. كل بروتين يختلف عن البروتين الثاني حتى لو كان واحد امينو اسيد راح يختلف عنه، اوكي؟ مجموعة الأرجو قد يكون نفس السيكونس لكن الأرجو تختلف في طريقة ارتباطها بالمركبات الأخرى اللي لا وظيفته، هذا معنى إنه أنا البروتين اللي تكون عندي يختلف. حتى الأيزومرزم مالته يعني نفس السيكونس لكن في حالة لو قلبته أيضا هنا راح يكون موجوده بالخلايا ناس الموجودة بالجسم موجودة بالتشو ايضا يختلف واحد على الثاني، لذلك مهم عندنا انه السيكونس للامينو اسيد ايش قد ترتيبه يكون للبروتين. اكو قانون عام انه شلون احسب او شلون اجي اسمي هاي البروتينات بالسيكونس مالتها ليش؟ لان انا هسه ما اقدر اجي اسوي اي دراج اذا ما اعرف الطريقه الجينيه والطريقه البروتينيه هذا البروتين اللي احنا نسميه بروتون، حقيقة هي مستواها شوية ويا الخيال لأنه هذا البروتين اللي هو ارتباطه مع المركبات، فتطلع لنا خريطة كلش كبيرة. هذا السيكونس يعني مثلا تتكون من فالين ليوسين بلا كلام. فالين ليوسين تريبتوفان هذه الوحدات السيكونس مالتها ارتباطها وحده بالثانيه مع المجاميع الفعاله للمركبات كلش مهم. اوكي شلون انا احدد ترتيبها انه وحده مع الثانيه يعني هذا قبل هذا وهذا بعد هذا هنا تدخل برامج متطوره بانه انا ادخلها قبل 6 امينو اسيد دخل بتكوين هذا البروتين النتيجة المحصلة النهائية ايش قد راح يصير هذا عندي؟ أكيد راح يطلع الجوز نمبر من السيكونس اللي يحتوي هذا البروتين. قلنا اكو برامج متطورة يعني حاليا مجرد انه ندخل اسماء الامينو اسيد راح تطلع لنا السيكونس للبروتينات الان سي بي ار تدخل على الانترنت تكتب الان سي بي ار هذا البند المركزي للبروتينات والجينات اوكي للزايمات اي بروتين يخطر على بالك راح تلقاه موجود السيكونس مالته هناك وكل خصائصه او بروتين اكتشفته انت تسجله باسمك بهذا البند الدولي اللي هو مركزي بعد طبعا اجراء التعليمات زين احنا كهسه اقدر شلون اجي احسب بس احنا يعني من اجي اشتغل عملي بدراسات العليا ما اعتمد على هاي الطريقه لانه تصير نسبه خطا فيها كلش وايد لذلك اعتمد على البرنامج والبرنامج اذا صار فيه غلط او برنامج ثاني هو من الاحداث بالسيكونس مالتك دخل عليه على ما تطلع مال تليفون مرات هذاك راح يقول لك اذا اكو غلط اكو غلط يعني اكو من تشتغل غلط
نالة تكون نسبة الغلط كلش عالية. ليش؟ لأنه ما من الممكن أن نجرب مثلاً إذا كان عندي بيئة أمينو أساسيين إذا أقدر أسيطر عليها، لكن إذا صار أكثر بيئة الكلب فهذا حيصير التغيير فالقانون العام اللي أطلع من عنده طبعا يتحدد بينا احنا، يعني اني بدي احدد كم مره اعيد هذا الشغل، انه هل تساوينا الان توتا اللي هي النمبر اور ديفرنت لينير ارانجمنت، يعني السيكونس بالنسبه للبروتين اللي هو مثلا تي سي جي اي اف، هذه اللي احنا نسميها اللينير النمبر او ديفرنت لينير ارانجمنت. ان شو تساوي من الان الاساس ان سمول هذه شو هي الامينو اسيد، ايش قد عدد الامينو اسيد اللي انت راح تدخله من برنامج او في دراستك بحيث تحسب انه هذا البروتين ايش قد راح يطلع من عنده سيكونس. الار اللي هي الدايم كم مره لحد ايه، لان كم هو الثلاثه هذول امينو اسيد بس ما راح اخليهم في هذا البروتين مره، البروتين اخر مرتين، البروتين اخر ثلاث مرات، اربعه وهكذا الى عدد ما لا نهايه. ولذلك احنا عندنا 10 مليون بروتين ونقدر بعد نطلع منها. مثلا اذا انا عندي ثلاثه امينو اسيد، وشلون اجي احسب السيكونس مالته؟ يحسب السيكونس مالته بهذه الطريقه، انه الري امينو اسيد زين مع ريبيت التايم الى يعني ثلاث مرات اللي معاه يساوينا 27، يعني الان المفروض يطلع عندي ار 27 امينو اسيد حتى يكون هذا البروتين. اوكي زين، وسويت ريبيت ريتايم. طبعا احنا اللي مهتمين ريبيت ريتايم معناته تري الاساسي تري. اوكي ان 1 لينير يعني يكون سرى واحد، فمعناته ثلاثة الاساس ثلاثة 27، تكون عندي المفروض اني 27 سيكونس من الامينو اسيد. لو في حالة صار انه سويت ريبيت 1 تايم المفروض الدابل الأساس واحد دابل، لكن in two sides فمعناته نظر الدابل اثنين في واحد سكس، فيصير عندي المفروض ست مرات يتكرر أزيد حتى تتكرر. هسه هنا ABC اللي هي نعتبرها فالين أنين تريبتوفان. أوكي فالين أنين تريبتوفان من أجل أسوي هنا إذا صار أنين فالين تريبتوفان تريبتوفان أليين فالين، وهكذا إلى أن يصير عندي سيجما جامع. ليش هيك سويته؟ ثلاثة ثلاثة، هاي الثلاثة هي الأمينو أسيد اللي بدنا نسميها الكولونات حتى تسهل عملية تحقق السيكونس بالنسبة للبروتينات. ما مطلوب طبعاً إحنا بالنسبة لكم مختصاصكم بس جماعة الباي تكنولوجي والباي كيميست اللي مختصين والجينات اللي بالهندسة الوراثية ما يعني مضطرة أحفظ السيكونس مالت البروتين نتيجة لكثرة تعاملي وياه، مثلا أحذف أمينو أسيد وأضيفه بمقارنة وأدخل حتى المراقبات الكيميائية شوفوني اللي راح تأثر عليها، مضطرة إنه أنا أحفظ السيكونس. ما بكون سهل أرجع للجدول أو أضع عليه سيكونس، لازم أكون أنا حافظته حتى بسرعة إنه تكون العملية الحسابية إلها. أوكي؟ فهنا يصير عندي شنو؟ هذا صار واللي هو انا فالقانون اللي هو المدرج والعام، يعني هون العدد يكون عندنا معين، راح يكون n
في ان ناقص واحد في ان ناقص اثنين الى ان نصل لاخر مثلا احنا ناقصين عندنا 20 امينو اسيد اوكي ف 20 في 20 ناقص واحد 19 20 ناقص اثنين 18 20 ناقص ثلاثه 17 وهكذا الى ان نوصل الى العدد المطلوب واللي يكون اخر شيء اللي هو ان ناقص 20 ناقص 1 زائد 1 اللي هو يكون التسعه قصدي ان ناقص ال اللي هو العدد 12 اللي راح يكون ناقص 1 بيكون 9 راح يكون لي الجوز نمبر من السيكونس. أنا ليش قلت بالبداية إنه أنا أقدر أنا أستخدم هذا البرنامج يسهل لي أي غلط إنه أنا أجي أغلطه وهاي العملية تساعدني ليش؟ لما يقول لي 6 في 10 16 معقول أنا ما أحاول أن أجي أكتبهم السيكونس للبروتينات بينما بالبرنامج هو دايركت إحنا نقول يعني ما تطلع في 6 صفحات يعني 40 صفحة 50 صفحة من السيكونس بالنسبة لهذا البروتين اللي تشكل ستراكشر طبعا هذا الستراكشر احنا مهم جدا عندنا ليه؟ الستابيلتي التفاعلات الفانكشن كلها تعتمد عليه أهم نقطة بي انه هو الستراكشر ماركت ايش راح يكون برايمري سكندري تيرشري كوارتري هنا يعتمد على ايش قد متكون من ذا ايش قد ريتش ارت بولين ريتش ارت بولين ريتش ارت ارجينين وهنا نهم ايضا تحكم عليه الستابيلتي ماركت لانه كل امينو اسيد في خاصيه كثرته وجوده من بروتينات معينه تنطينا خاصيه انه يدخل تفاعلات ما تقدر تميزه لهذا البروتين عن البروتينات الاخرى يعني فالبروتين هو نفس وزن الجزيئي في بروتين اخر لكن هذا البروتين مثلا متى ينفصل عندي او متى يدخل تفاعلات ليش؟ لان هذا البروتين يحتوي على امينو اسيد تقدر تدخل تفاعلات اوكي او يكون ستيبل اكثر احسن من هذا اللي هو يحتوي نفس الوزن الجزيئي لكن يحتوي على امينو اسيد ما تخلي انه ارتباطه بقيه التفاعلات تكون لطيفه فلكسبل زي عمليات الاكشن اللي هو احنا نحتاجها واضح؟ هذه شلون احنا هي الـ N-1 لحد ما يوصل N-10؟ لا، مو N-10 إلى حد الـ 12 يعني حد الـ 12 N-12؟ إيه إيه وبعدين مرة هاي يكتبوا N-R زائد 1؟ N-R زائد 1 الـ R هي 12 هي الـ 12 أوكي؟ 9 الـ R هي الثاني زين هسه احنا شنو؟ هنا بس حتى شنو تعرف انه شلون اني من هاي ال 20 امينو اسيدز حصلت ال 10 مليون اوف بروتين عن هالطريقه طبعا انت بتتحكم بيها يعني اني هو مو قانون انه ثلاثه عندي 3 امينو اسيدز لازم يطلع لي هالقد السيكونس مالته لا ليش؟ لان التايم انت تتحكم بيه ايش قد راح اسوي ريبيتنج؟ ايش قد راح اسوي سايد 3 سايد 2 سايد 4 سايد هاي معناتها فلذلك عملية الضرب راح تكون انه معتمدة على الأرقام اللي حتغذيها أنت للبرنامج، أوكي؟ فتعتمد على السيكونس للبروتينات، وقلنا بعدين طبعاً تسجل هذه البروتينات في الموقع الرسمي للبنك الأساسي بالنسبة للبروتينات اللي هو انتشر مثلاً بانك أوف بروتينز. شنو أهمية هذه البروتينات؟ هسه احنا ندرس الستركتشر وهاي السيكونسات ووظيفيتها، إلا أهمية إنه أنا ما أقدر أشخص دايجنوزز أي ديزيز إذا ما أعرف الكيس المحدد لهذا الديزيز، أوكي؟ فتدخل هذه البروتينات، الإنزيمات، الهرمونات، هذه تدخل بطريقة كلش واسعة انه تشخص لي يعني تصير دايجنوستس للديزيز مالتي. لو ناخذ ابسط من
معينه. طبعا التشخيص عندنا ايضا نعمله وين البلاد اليوريا بالتشوم اوكي بالسيرام كل تيست الى بي نورمال فاليو نسبه معينه بهذه الفلويد او السوليد تشو اللي موجوده داخل الجسم. بعض الديزيز شنو اسوي له هذا التيست كتوتال يطلع كل شيء وارد اجي اقول سبيكتوريا لا يطلع عندي بالنسبه لي خصوصا جماعه الرينا احنا قيسه باليوريا كل التيستات تنقاس باليوريا تطلع عندي النتائج افضل مما قيسه بالبلاد. بالبلاد يعني شو نقول الديلي ستيج يلا تبين بينما الايرلي ستيج تبين باليوريا اوكي. فلذلك انا لازم اعرف وظيفه كل بروتين كل انزيم موجود عندي اللي يحدد لي انه ارتفاعه او انخفاضه يا ديزيز لح يكون حتى اشخصه. اوكي وبعض الاحيان اكو بروتينات وانزيمات شنو؟ انه التوتال فاليو مالتها يكون نورمال بس الشخص بيحس بهاي الاعراض انه هو عنده نقص مال الشيء. هنا نرجع نشوف هل البروتين هذا الارتباط مالته يعني مثلا فيتامينات او كالسيوم كريستال انا عندي فد اعراض بس بقول انه انت عندك نقص بهذا العنصر نقص بهذا الفيتامين اجي اقيسه الماء النورمال فاليو مالته طبيعي زين شنو المشكله؟ المشكله انه البروتين الاساسي اللي هو الناقل إلها اوكي واللي هو المفروض يصير بايندينج ويا حتى تأدي عملها يعني وجودها يكون توكسيك اوكي. هذا البروتين ما يؤدي وظيفته بالطريقه الصحيحه فاذا انا لازم اقيس هذا البروتين اشوفه زايد لو ناقص لو هو ابنورمال حتى اعرف انه معناته هو مدى ينقل لي هذا ولا يحفز التفاعل ولا يؤدي وظيفته بالطريقه الصحيحه بحيث انه هل فيتامين هل هرمون هل انزيم يشتغل بالطريقه الصحيحه. لازم هذا البروتين اقيسه واعرف شنو شغله صح يشتغل. اذا ما يشتغل صح معناته الخلل فيني هذا البروتين في حاله لو عالجت الخلل رح يتم انه هذا يؤدي وظيفته بالطريقه الصحيحه. ناش الحيصه راح يصير عندي تراكمات بهاي العناصر تراكمات بالفيتامين تراكمات بالانزيم ويصير عندنا تسمم. هالحاله هنا راح يصير بالعكس راح تزيد او يبقى وضعها الطبيعي بس وجوده فري يكون توكسيك. لذلك احنا هنا لازم نلقى حل ونشوف الرابط الاساسي بينها وبين البروتين. زين. كدايجنوزز مثلا احنا عندنا ليفر ديزيز. دائما من نروح نسوي تيست لا سامح الله حسينا اخو فد شك عندنا بالليفر ديزيز معناته ايش اقيس؟ اقيس الجي او تي والجي او تي والجي بي تي. هذول الانزيم اوكي؟ هذول الانزيم مرتبطات ارتباط مباشر بالليفر ديزيز وطبعا حتى الهارت ديزيز لانها ريليشن شيب ويا اذر بروتينز. يعني هاي بعد نسوي دراسات وهاي بعد يعني ارادتها تجيب ندخل فيها ما محتاجين نقول انه انا مو فقط هذا الانزيمه اللي تحدد لي مرض الامراض الموجوده بالدماغ قد تكون فيها نقص لكن هو عنده غير مرض اذا قسنا غير انزيمات او غير بروتينات لها علاقه بيها. شوفوا التشعب بهذه البروتينات الى وين وصل حتى احدد الديزيز اللي زين. بعض الاحيان انا اقيس جي او تي جي بي تي يطلع لي اوكي واقول ما عندي شيء. وين هذا اذا قسته الى زهرة حالي بدون زهرة حالي لكن اذا اقيسه بلا ريكتوري سيرس لا راح تطلع لي كيكات تاكد لي انه هذا الانتروفايسيس بيطلع لي بالضبط الباندات بحيث انه عنده هو خلل لولا هذا ما يقبل الشيء.
يطلع لي السب انزايم المرتبط به، يعني في بعض الاحيان مو التوتال يكون في خلل، وانا مثلا سوبر اوكسيديز سيمينتيز، سوبر اوكسيديز سيمينتيز اوكي، او الجلوتاثيون هي 1 و 2 و 3 و 4 و 5 اوكي. اجي انا اروح للمختبر اقيس السوبر اوكسيديز سيمينتيز، زين شو يصير؟ يقول لي نورمال. زين اروح للطبيب نورمال يشوف، لا هاي روح يقيس السب اللي هو الايزومرزم ماركر، لا اقيس مثلا 1 2 3 راح يطلع عندي من الخلل بالالكتروفوريسيس، يطلع لك اياها كلها بالتوتال العادي حقوق اللي بالمختبر لا ما تطلع. فلذلك هنا يتبع الطبيب الشاطر اوكي والمحلل اللي راح يكتشف الخلل بالضبط وين، يعني مو غاية ولا تشمر الكرة، بعد يسوي تحاليل أخرى اللي هي لها علاقة حتى يكتشف الديزيز اللي موجود. لذلك احنا هذه البروتينات لها أهمية بيولوجية كلش مهمة بالنسبة لتحديد تشخيص الديزيز. إذا في دايجنوزيس لهارد ديزيز المايكروبيال انفكشن بس نوت اند جاني مثلا حسب الستركتشر إله، احنا جبنا الستركتشر كلش واحد، مو شرط هو ان الستركتشر متكون من هذا السيكونس، بس هذا السيكونس احنا اذا اقدر اعيد ترتيبه من عند الترتيبه معناته الفانكشن اله تغير ووجوده في داخل الخلايا ايضا يكون مختلف. يعني ال LDH بيبنا خمس انواع، نوع موجود بالسيل، نوع موجود بالتشو، نوع موجود بالمصر. فأي منهم أنا أقيس؟ لازم أنا أعرف بالضبط وكل واحد يأتي إلى تشخيص يختلف. السؤال الكرياتين كاينيز أيضا هذا إنزيم جدا مهم الشخص الهارت ديزيز، ولسه حاليا أغلب أمراض هذه المنطقة علاقة بين المرض بين بروتينات أخرى وإنزيمات أخرى. فأي مرض يسمى الكرياتين كاينيز بحيث أنه إذا أكو علاقة زيادة ونقصانة هي تغذية البروتين. بالنسبة للجاما جلوتامين يشخص بالكوليسترول هرمون ديزيز، الجاما جلوتامين هنا عندنا الالبوم الجاما جلوتامين بي بيتا وبي الفا وبي جاما. في حاله لو خدت من الكتروفوريسيس راح تطلع البيكات ايش قد العمر، هاي هو راس الدائره الجهاز الحيوي ترى هو في هذا المرض زين. بينما من اروح اني احلل بالمختبر العادي شايف كويس كويس الجلوتامين العادي الالبومين اللي عندي نورمال كوشي موجود. هاي الاشياء وين موجودة؟ موجودة بالحكومة بالمستشفيات الحكومية، مو موجودة بالمختبرات العادية لأنه كلش كلفتها عالية، ما عدا طبعا مختبرات النخبة والشرق الأوسط لأن هذول يجيبون الأجهزة الحديدة اللي يسوون بها هذي، وأكو بعد ممكن مختبرات الأوائل. هذول المختبرات الجيرانية اللي يجيب هذه الأجهزة لأنهم هم يطلعون الفلوس مو مثل مختبر زين. بالنسبة للبلازما لايكوبروتين والإميونوغلوبولين، هنا عندنا هذول أيضا تقاس بالإلكتروفوريسيس، ليش؟ لأن عندها عدة أنواع وهي مختصة بتشكيل الإميونوغلوبولين وكل ما يخص اي خلل يصير عندي بالليبل، يعني معناته هي جماعه البارك ديزيز اوكي.
البروتينيوريا هذا الشيء قيسي ويقيسي جماعة الدايجنوستيك بالرينال ديزيز. شوفوا اكو هسه ناخذها اكو توتال بروتين واكو بروتينيوريا. البروتينيوريا هذا جماعة الرينال شو يصير عندي من يجي يقيس التوتال بروتين ويكون هو واصل مرحلة من المرض يلا يطلع عنده بالإبرة. بينما كبداية مجرد انه يقيس البيوريا راسا يبين عنده بروتين يظهر عنده بالبيوريا. اوكي؟ فراسا يشخص المرض انه هو مختل عنده البي اس اي اللي هو البروتين سبيسيفيك انتيجين. البروستيت سبيسيفيك انتيجين هذا يكشف اسمه يختلف عن بقيه الانتيجينات اللي تشيزنا. هذا تيومر ماركر معناته انه مجرد انه قصته واحده فهو يؤدي الى انه الشخص مصاب لا سمح الله بالبروستات كانسر. في حين هذيك الانزيمات والبروتينات مو شرط تحدد يعني وارتفاعها قد يكون عند الليفر ديزيز او لا بعد الشخص وياه يلا انا اقول انه صار عنده هذا المرض. اوكي؟ في بعض الاحيان يصير عنده فرد بس هذا ما يقدر شيء. ليش؟ لان هذا يقاس بالريال تايم بي سي ار انتي جين انتي بادي راس الواحد يكمل مع الثاني. اوكي؟ وتطلع لي انظمه اليوم تغير فمعناته عندك كانسر لانه هي هاي الانتجينات بس انها لا تقدر تضعف لازم تكون الوضع ان شاء الله تيومر ماركر. ما اطلق تيومر ماركر الا هذه معناتها مسوي على مستوى شعور مو انه سويت بحث مستوى الانتجينات واخذتها وطلع انه مرتفع على الغير توصل انه هذا نقاس تيومر ماركر. هذا معناتها على مستوى دول وميزانيه دول ومستوى شعور قررت انهم هذا يكون هو سبيسيفيك للبروستات كانسر. الاميليز طبعا هنا هاي ماخذين احنا امثله بسيطه كدايجنوز شنو اهميه هذه البروتينات بالتيست بايوكيميكال. الاميليز اللي هو نقدر نقيسه لجماعة الاكوتين كلها اوكي. كيف انه نقسم البروتينات؟ طبعا بصورة عامة البروتينات تقسم الى ثلاث انواع حسب الشيب سايز حسب الفانكشنال بروبرتيز او السوليبلتي. لان احنا بعد البروتينات تكون soluble in water وكو unsoluble in water وكو soluble in water. شرحت فيه في بعض الأحيان نفس التقسيم اللي هو موجود هنا بس هنا مقسم حسب الشكل السايز المولكيولر ويت هنا فهنا مقسم حسب اللي هو وظيفته شلون راح تكون راح نشوف شلون وقلنا ايضا الفيزيكال بروبرتيز مالته والسوليبلز لانه مرتبطات اثنيناتهم سويا فتعتبر تقسيم ثوري. اذا اخذنا التقسيم الاول واللي هو سايز اند شيب راح نقسمه تو تو ريسبتور اللي هي الجلوبيولر بروتينات اللي موجوده. هذه هي اغلب البروتينات والانزيمات اللي احنا نقيسها بالمختبرات اللي موجوده بالبلازما واللي تعطيني مثل كل تشخيص بالنسبه للبلازما. الفايبرز بروتين من اسمه يعني يعتمد على ستراكشر مالته، ستراكشر جدا معقد. يحكي على بيج نمبر سيكونس مالته كلش عالي ومولكيولر ويت ايضا عالي ولذلك عمليه الفصل مالته ما اقدر افصلهم في جلوبيولر بروتين اللي هي عن طريق الاس دي اس جيل عن طريق هذه الكيستات العاديه وانما يحتاج الى اكس راي ويوفي راي يعني ماشين جدا مضاد للسرعات على بحيث انه يوصل رجع المواد الاساسيه وينفصل يعني الستركشر مالته اللي هو اهم مثال له السكن والهير. اذا اجي تو فانكشن بروبرتيز فيقسم الى ست انواع اللي هي الديفنس بروتين. ديفنس بروتين يعني جماعه البروتكشن بروتين اللي هي البروتينات والانزيمات الانظمه الدفاعيه
اوكي ورح ناخذها بالتفصيل. الكونتراكشن بروتين، الريسبيراتوري بروتين، الريسبيريشن بروتين، ستراكشر بروتينز اللي هي في السكن والنيرفي بالنما. نرجع لنا كل تقسيم يرجع نفس التقسيم لكن كل واحد حسب وظيفته. والإنزيم اللي هو يسوي كاتالايز للتفاعل والهرمون اللي هو الريجوليتوري والكونترولين اللي بروتين. اوكي اذا اجي اخذ اول تقسيم اللي هو السولوبيليتي التقسيم حسب السولوبيليتي والفيزيكال بروبرتيز. اول البروتينات اللي هي السمبل بروتين شنو فرق بينها؟ البروتينات هذه السمبل على رقم من بساطته لانها تشكل مستوى كبير من البروتينات اللي تؤدي البروسيسنج المهمه في داخل الجسم الانسان وعمليات حيويه عيضيه. اوكي تدخل في جميع الباثوي على الرغم من انه هي سمبل بروتين لكن تدخل جميع عمليات الحيويه اللي هي الوظائف الاساسيه وتشترك مع بقيه البروتينات حتى تكون وظائف لذلك هي جدا مهمه. اوكي هنا من هو أهم السمبل بروتين؟ احنا نعطيه عندكم خمس أمثلة. أول واحد اللي هو بروتينز. ما تقدرين ليش؟ لأن هو بس مدربين في الداخل. العشرين آخر شيء هو العشرين. لا اقصد يعني كم امينوسيد واحنا بس ال 20 اقصد مرتب البروتينات حق اقصى واحد من السكوات من حسب انت دخلتي 20 كم رفيد 100 رفيد 1000 وهي مشكله فتوصل الى سكوات من ذيك الصفحات مصفحه يعني احنا عندنا لو تدخلي في اس ال سي دي والسكوات مارتب يعني كل شيء حتى من نطلع بالمختبر لما نسوي هاي الزيجة بعض البروتينات هاي ما أقدر أشتريها يعني إيش البروتينات اللي تقدر تسويها؟ وين تروح؟ لا. لا. يعني البروتينات اللي تقدر تسويها من ألف أو ألفين. إيه. والألف ترى كل بسيطة. يعني هاي نص لذلك البروتينات هنا اسوي لها ايزوليشن اوكي واجي اوديها للشركه وتعطيني السيكونس مالتها يلقون اياها على شكل طبعا بس فقط سيكونس قبل ما تدخليها وانا بتفصليها وتعرفي شنو هي تكون يعني مثلك واير يعني صفحات من الالياف وبعدين نقسمها الى اصل مالتها فالبروتين أميز اللي هي هذا يعتبر سمبل السمول مولكيولر كلش صغير مولكيولر كله وسوليبل الموتر اسيد الكلاين وايضا يكون هارت ريتش ان ارجينين هذا الارجينين وجوده بالبروتينات يعطي له ستيبلتي كلش عالي دائما احنا من ندور على بروتينات مستقره ندور على ستراكشر بروتين ووجود الارجينين بكميه كبيره بالبروتين وجوده يعطي استقرار ولذلك هذا البروتين كلش مهم داخل الجسم من يتبع الاهميه الهستونز الهستونز يتكون من اربع انواع اللي هي هستون 1 2 3 4 ال 1 يتكون من خمس انواع ال 2 يتكون من ثلاث انواع ال 3 يتكون من خمس انواع سوري سبع انواع والبوليترون من الداخل كل واحد بيهن الى وظيفته كل واحد بيهن يؤدي عمليات حيويه جدا مهمه النتيجه شنو؟ انه هذا كونجيتيت يعمل من النيوكليك اسيد لذلك هاي الجلوكوز كلش مهم بس لما نجي ناخذ النيوكليك اسيد شنو شركه دي ان اي
شلون البروتينات اللي يربط الكولونات والبروتينات وبعدين هتلاقي الدور اللي هو المسجر الآن. الألبومين اللي هو أيضا يدخل في جميع العمليات الحيوية ويرتبط مع أغلب الدراجز والفيتامينز والتريس إليمنت حتى يؤدي وظيفته المهمة. وجوده بلخص وجوده أو زيادة يؤدي إلى يخربط الأي الموجود داخل الجسم كله. فالألبومين طبعاً الألبومين هو سولفر الموتر ويوجد سول سولوشن وأيضاً كونسرفرز باي بليدنج، يعني زي ما سويته أعتقد في المكتبة مثلاً جبت بياض البيض وسويت له هيتنج، فهو هذا يوصل لي الفلتر اللي هي النافذة الألبومين الموجودة بالماء والأوتر الألبومين الموجودة بالماء. عندنا أنواع هي تعتبر جلايد بروتين اللي هي الجلايدين و الجلايدين اللي هو التسمية أخرى البول أمين. هذا يعتبر في رئة ريتشمن البول. وبعض الأحيان إحنا نحتاجه، فشو نسوي له؟ كمستخلص نستخلصه وكبروتين نحتاجه وندخله مع المركبات الكيميائية. أوكي، نتيج وجود إنه البروتين بكمية عالية فيه مثلاً يؤدي إلى أنه مركب ريح دخل واستفاد منها الخاصية باتحاده مع البروتين. الجلوبيولين اللي هو هذا يكون انسوليبل ان واتر، ولذلك يحدد مستويات الدهون الموجوده داخل الجسم. اهمها البي او دي ار اللي هو اللو فيري لو دنسيتي لايكوبروتين، ونحن نعرف ان هذا لما يكون مستوى عالي معناته حيكون على فرصه بالنسبه لجماعه الهارد. والألبومينويدز اللي هي النوع الأخير، هذا يكون أمثلته الكرياتين والكولاجين فايبروس بروتين، وهذا يدخل أيضا ضمن تفسير الستركتشر البروتين اللي يكون جدا معقد نتيجة أنه الهيوج نمبر من سيكونس الأمينو أسيد موجود بالبلان وموجود بالأنيمالز. الكونجوجيتد بروتين هو عبارة عن النوع الثاني من التقسيم للفيزيكال آند سوليبل بروبرتيز. الكونجوجيتد بروتين قلنا احنا أول واحد سمبل بروتين، هسه الكونجوجيتد بروتين. الكونجوجيتد بروتين هو عبارة عن سمبل بروتين لكن يرتبط مع أذر بروتين، مو شرط انه سمبل وسمبل، لا يرتبط مع اذر جروب. قد تكون اهم شيء يكون ارتباطها مثل الانزيم بروستاتيك جروب، اوكي، حتى يكلمك وياها ويحفز السبستريت، من هنا اعتمادي على السبستريت اللي راح يرتبط وياها. اوكي، هذا الكونجيكيت بروتين يعني جدا مهمه لكن تكون معقدة أكثر من السمبل بروتين الستركتشر مالتها أكثر. أنواعها من الاسم مالتها نافذة، النيوكليو بروتين معناتها بروتين بلاس نيوكليك أسيد، أوكي، مثل الهيسترون والبوتر اللي رح نرجع اللي هي التصريف الأول هو السمبل بروتين، يعني أي بروتين، أوكي، لحم يرتبط مع نيوكليك أسيد. اجي اخذ هسه اني الهستول، الهستول اللي هو كنا موجود بالدي ان اي ويرتبط مع الدي ان اي فيعتبر نيوكليوبروتين، يؤدي وظيفه جدا مهمه بانه يحتوي على كل المعلومات الوراثيه اللي موجوده. الماكروبروتين اللي هو معناته يشتغل مع الهرمونز. ماكرو بروتين يعني بروتينات زائدة الهرمونز. إيش قد نسبتها؟ تحتوي على 30% of carbohydrates من الوزن السيء. لايكوبروتين اللي هي بروتينات زائد كربوهيدرات
اللي تكون ارتباطها جدا قوي هي عشان الكربوهيدرات تفيد الستركتشر مالتها فتقوي اوكي والبوند اللي موجوده داخل هاي السكرات البوليسكرات هذه تفيد فتقوي هذه البروتينات اوكي فلذلك تكون كلش سترونج. الكرومو بروتين اللي هي السيتوكروم الهيموغلوبين تؤدي عملية النقل والموجودة بالهيموغلوبين والسيتوكروم. الفوسفوبروتين يعني معناته البروتينات زائد مجموعة الفوسفور الأسيد تؤدي لي إلى العمليات اللي أحتاجها والموجودة موجودة بالماء وموجودة بالكاسين. اللايبوبروتين هي أرجع إلى التصنيف الأول اللي هو اللايبوبروتين اللي هو ليبيد البروتين أوكي اللي هي مثلا الفاتي أسيد. الميتالبروتين معناته البروتينات اللي ترتبط مع التريس إليمنت. هنا شنو فائدة هذه الكونجكتيف بروتينات؟ إنه هذه البروتينات تسمبل ما تؤدي وظيفتها إذا ما ترتبط بهاي المجاميع، هاي المجاميع بها مجموعة فعالة موجودة بداخلها تؤدي إلى إنه تقدر تكمل مع فد شيء بداخل الجسم وتؤدي وظيفته وأحتاجه. وبعدين احنا نجي همينة أيضا نشوف شلون هاي الكيسات. درايفد بروتين هذه البروتينات المعقدة جدا اللي هي مثل الكرياتين اوكي ولا يمكن انه الكشف عنها او فصلها الا بوجود الاكس راي اجهزة الاكس راي والجروبي راي اوكي ليش؟ يعني تكون من السمبل بروتين والكونجكيت بروتين. احنا الكونجكيت بروتين هو بحد ذاته معقد فالنظر نربط مع سمبل بروتين فراح يصير بعد اكثر تعقيدا وهي موجودة فقط بهذه المركبات الموجودة. ما يريد يحضر ويطلع ساعة بالوحدة ما يشان طويل The classification according to the functional protein اللي احنا قلناها تقسم إلى خمس أنواع. الديفينس بروتين الديفينس بروتين اللي هي قلنا جماعة البروتكشن بروتين. البروتكشن بروتين من اسمها يعني الأنظمة الدفاعية الميونوغلوبولين. الميونوغلوبولين هذه اللي هي تدخل بالديفينس ميكانيزم سيستم مثل الأنتيجينز اوكي. هذه الأنتيبوديز الأنتيبوديز تحتاج تجي ترتبط مع الأنتيجينات حتى تكون الأنظمة الدفاعية تهاجم الأنتيجين ويدخل ايش غيره. إضافة لذلك بعض الأحيان حتى هذه المواد السمية اللي إحنا نجتمع أو نتعرض لها توجد بعض الأنزيمات داخل الجسم بنسب معينة لازم تكون موجودة. هذه تؤدي إلى أنه تحميل أوكي تحميل جسمك من التعرض لأي حالة إدمان. أبسط مثال في بعض الأحيان نبغى الصبح مثلاً نجتمع راحة البارود الموجودة. بعض الناس تؤدي وظيفتها عادي تشتمل دوشها بس اكو ناس لا يصير عندها اغماء ما تقدر تكمل يومها او حتى اذا قامت نص النهار ترجع يصير عندها وجع راس كلش قوي. ليش؟ لان احنا هنا هذه البروتينات واحنا ما داركين هذا الموضوع هاي البروتينات الدفاعيه اللي مسؤوله عن هذا التوكسيك التوكسيك هو مو الأجسام الغريبة اللي تدخل لنا وإنما المواد اللي نشتمها أو نتعرض لها. تكون هاي الأنزيمات نسبتها مو بالمستوى المطلوب فالمفروض إنها تعالج. إحنا ما نهتم لها لأنه بدنا شيء هي يوم يومين نمشي الموضوع هذا بس هي بعدين لها تأثير كلش عالي لأنه أيضا باكر عقبة أي تعرض حتى بالمختبرات بعض الأحيان
تشتروا مثلا تجربة ترجع للبيت جاية، أنت ما استوعبت إنه ممكن في مادة من المواد اللي اشتغلتها أثرت عليك. زين؟ فمن رجعت هذه الدوخة ما كانت دوخة عادية. لا، صارت عندك فد ديزاين معين موجود من جهة تعرف اشتميت هذه الريحة، أوكي؟ أو تعرضت لها لمستها. حتى اللمس في بعض الأحيان ليش نلبس جلوفز وهاي النظارات حتى لا نتحسس. زين. الكونتراكتشوال بروتينز اللي هي الموفمنت اللي نسميها موفمنت بروتين. عندنا ثلاث انواع، واحد من الادويه سبب الظروف اللي هو الاقرب للنوع الثالث اللي هو المايوسين، هي هذا انزيم كلش مهم اللي هو كاكتيفيتي اله، الاكتيفيتي هذا الانزيم انه هو شو يصير اللي يصير كونفرجن بين الـ ATP للـ Critical Action اللي تأخذ الكورس الثاني بين الفاتحة. أوكي؟ السيد أكثر البروتين احنا شرحناه في السقر بشوية اللي هو يعتمد على السكين الفاتحة والمياه والفاتحة اللي موجودة بين كلش تكون قوية في السيد أكثر البروتين، وإن الوحيدات اللي أدمي الأنفلة السيد أكثر البروتين، وايضا تعطيني القوه للتيف والبور. الترانسبورت ستورج اللي هي ترانسبورت ستورج، هذه الترانسبورت ستورج اللي موجوده الانزيمات اللي موجوده بالبلاد، اوكي، والسيرم مثل الميكروبيوم والهيموغلوبين وانها وظائف كلش مهمه للنقل. مثلا احنا حتى عمليه الانجكشن اللي اي درس هو عمليه النقل شلون راح تسوي الاوكسجين هذا عن طريق الهيمومون. اما الانزيم فهو مهم يحفز التفاعل للتفاعلات الباثوي اللي تختلف من مركب الى مركب اخر، بحيث انه دائما الانزيم ناخذ اسم ستراكشر اللي هو فهذا الإنسان أي خلل فيه ما حيؤدي إلى أن يكون عنده فورم للناتج هذا الباثواي بالطريقة الصحيحة حتى وإن كان في نصف التفاعل. يعني إحنا كل باثواي مو أقل من 10 تفاعلات، فلنفرض الخطوة الثالثة صار عندي بديل ما حيؤدي في النهاية إلى أن تتكون بقية الكودكس بالطريقة الصحيحة، أوكي، وحتى لو كان آخر فورم. كلش مهمة وهي في بعض الأحيان تؤدي إلى عوض، يعني مو الاستعانة الكبيرة على الإنزيمات مش حافزة للتفاعل. فكرة البروتين اللي هي الهرمونز كإمداد للفانكشنال بروتين، الهرمونات اللي هي تقوم كل العمليات وهي اللي ناخذها موضوع الحد عشان واحد الهرمونز. التقسيم الأخير اللي احنا قلناه اللي هو عن طريق الشيء بالسايد أخذناه فقط وسألناه بالجلوبيل والفيروس. الجلوبيل البروتين اللي هو الكولوبيتايد تشينج والأور تشينج واللي موجودة في الستركتشر بالنسبة للشيء بالسيكونس مال البروتين. أوكي؟ أغلب بعض ما نحتاجه دائما مرتبطة ويا الدايركت رياكشن اللي هي التلتجيه والإنتاج والإنزيم اللي تصير منها التفاعلات بعد وصل الحرارة. هذه تدخل دائما الجبر الروتين مثلا اللي هي معظم البلازما البروتين اللي نحتاجه للتأثير في التشخيص أو بإجراء عمليات الحيوية. الفايبرس بروتين كيف تجيب الخطوة الأول من الصفحة؟ وكافي؟ الفايبروس بروتين اللي هي تعتمد على الستركتشر، اوكي، اللي هي الكرياتينين والموجودة بالماء، يعني هذه أفضل خطوة منها الفايبروسين والكرياتين والمايوسين أيضا، يعني عدة أنواع أمثلة، إذا تحفظ لك النوع الثلاثي كلش كافي للامتحان بهذا الفايبروس بروتين. هسه احنا عندنا قصة هاي المنزلة الفيلا. ترى انتم كلش متأخرين، بقية خلصة والمنزلة الثالثة. ها؟
شو رست رست او شنو انت اي رست ايش تقعد اذا رست ايش تقعد ايش تقعد صار تعب والله معلوماته وايد ما حد يطلع اذا كان طلع بعد الجو خلي اكمل خلي اكمل ولا اطلع يلا مش قلت الدكتور تخلص هاي زين كان المفروض تعترضون عجل من دكتورة ماكو وقت لعن ليش مجيت وانا مقاعدة معنا دكتورة وقت ماكو ماكو قاعد فارغة والقطة كل القاعة جاينا المنتج نقاعد ياسم اي دكتورة اريد اعترض يا الله يعترض يا نقيت انا سالف من إذا نستمر دكتورة الخميس الجاي دكتورة إذا أسبوع الجاي الباتو هم إلكترونيك حول العشرة ونص مو دكتورة دلين عندها أشغال ما شنو بحثة وتخرج ودراسات عليا مالها دكتورة بقيت في السامي ولك سدة وضحتني